وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المستشاران للرسول صلى الله عليه وسلم. والوزير هو الموازر والمؤيد، الوزير هو المؤازر والمؤيد لولي الأمر. قال الله جل وعلا في موسى: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يوازره. وقال لأن موسى دعا ربه فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا هو الوزير الذي يشارك في الرأي ويؤازر ولي الأمر ويشير عليه بالنصح. فأبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن هارون عليه السلام وزير موسى. نعم.